طيب، خبر مفرح جدا اعلنت عنه اسره الموسيقار الراحل محمد الموجي، وده هو بدء اعداد مسلسل يتناول قصه حياته بشكل عام ويتم العمل عليه خلال الفتره المقبله. طبعا ده خبر يعني مهم جدا، وعشان نتعرف على تفاصيل اكتر معانا على التليفون دكتوره غنوه الموجي ابنه الموسيقار محمد الموجي. صباح الخير عليكي واهلا بيكي معانا في صباح الخير يا مصر. اهلا، صباح الخير. صباح الخير يا جوانا، صباح الخير يا محمد، صباح النور يا فندم. نهاركم سعيد ان شاء الله. ان شاء الله. خلينا نعرف من حضرتك بقى، يعني الفكره جت ازاي؟ ايه السبب في التفكير فيها؟ واول ما يعني الفكره كده جت، ايه الخطوات اللي تم اتخاذها فيها؟ والله الموضوع ده يعني جه نتيجه بعض الاشياء انا كنت عملتها لوالدي السنوات الماضيه. انا عملت عنه رساله ماجستير، طبعا دي كانت من الناحيه الاكاديميه العلميه. بعد كده بيتعمل حاليا عنه كتاب تاليف الاستاذ محمد مكاوي، ويعني على وشك الصدور يعني الايام دي. فقلنا بعد الكتاب ان شاء الله ما ينزل نعمل له بقى مسلسل تلفزيوني يضم مسيرته الفنيه وحياته الانسانيه والشخصيه، لأن الحقيقة حياته مليئة بالمواقف الدرامية وغزيرة وثرية جدا جدا، لأن كمان تاريخه أو الحقبة الزمنية اللي هو اتواجد فيها طبعا عاصر العديد من الثورات والحروب، يعني من سنة 52 مرورا ب الأذون الثلاثي 56، بعد كده كانت أحداث كتير طبعا 67، بعد كده في طبعا 73. طبعا أعماله الفنية كلها كانت مليئة بهذه الفترة يعني. طيب، هل هيتم الاستعانة بهذا الكتاب اللي حضرتك ذكرتيه مثلا في السيناريو الخاص بالمسلسل، ولا في حد تاني هتذهبوا ليه عشان يكتب سيناريو المسلسل؟ لا طبعا هيبقى فيه بقى يعني نتناوله بقى بالشكل الدرامي الذي يليق ان هو يطلع بشكل مسلسل درامي يضم حياته. طبعا هيبقى مختلف عن الكتاب اكيد، بيتم المعالجه وكده، مفهوم نفسه هيكون مختلف. طيب حضرتك هتساعديهم ازاي في الجوانب الشخصيه؟ قصه حياته موجوده كلها معانا، ده غير طبعا انا عاصرت بابا وعرفت بقى طبعا حياته كلها عامله ازاي. واي حاجه طبعا يعني اقول لحضرتك على حاجه، وقت اذاعه مسلسل العندليب كان اللي مجسد شخصيته الاستاذ مفيد عاشور. فجالنا البيت وقعدنا معاه وقلنا له ازاي بيقعد، ازاي بيلبس، ازاي له حركات معينه، ليه طريقه معينه في الكلام يعني. فده طبعا ده اللي هيحصل برضو المره دي من خلال المسلسل يعني. طيب دكتورة غنوة، يعني هل استقريتوا مبدئيا حتى على الفنان اللي ممكن يجسد طبعا حياة الفنان الموجي ولا لسه؟ لا الحقيقة لسه خالص، لأن طبعا شخصيته محتاجة يكون حد له شخصية مميزة. بيعرف يغني، بيعرف يعزف عود، قريب من الشكل إلى حد ما، فلسه الحقيقة ما استقرناش على مين ليقوم بالدور. طيب حضرتك قلت ان هو بيعرف يغني، وانا اعرف ان بداياته كانت الغنى، وهو لما طلع من كفر الشيخ وجه القاهره كان أيوة. كل التصور عنده ان هو يجي كمغني. نقطه أيوة. التحول دي جت ازاي؟ بدايه مشواره يعني؟ لا، التحول من انه مقرر ان هو يبقى مغني وفجاه بيبقى ملحن من اعظم الملحنين في مصر والوطن العربي. كان يعني مثله الاعلى كان الموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب، فطبعا حب الغنى من خلاله. كان بيغني اغانيه كلها من وهو صغير، فطبعا تربى على اعمال محمد عبد الوهاب، فكان مقرر ان هو حتى اصدقائه قالوا له انت صوتك حلو، ليه ما تروحش القاهره تغني وتدخل الاذاعه وتمتحن؟ وفعلا دخل الاذاعه، بس قالوا له انت صوتك جنب الاصوات اللي موجوده دلوقتي يعتبر ضعيف الى حد ما، لان كان جنبه طبعا الاستاذ محمد انزيل، على الاستاذ كريم محمود، على الاستاذ محمد عبد المطلب، الاصوات كلها قويه جدا. فهو كان بالنسبه لهم صوت يعني ضعيف. فاول مره في الاذاعه ما قبلش كمطرب، دخل الامتحان لثاني مره يعني بيغني حاجه من الحانه، قالوا له لا احنا ممكن نجيزك كملحن، انت ملحن كويس.
احنا بنتكلم عن المواقف وحياته الشخصية، كان في علاقة شخصية قوية جدا بتربطه بعبد الحليم حافظ. يعني بمجرد ما اتعرف عليه واول اغنية عملها له صافيني مرة، وبعد كده 54 اغنية بيتعاون معاه في هذه المشوار الفني الكبير. علاقته بعبد الحليم كانت عاملة ازاي؟ هل كان دائم زيارة في البيت؟ العلاقة الشخصية كانت عاملة ازاي؟ طبعا هو كان بيعتبره ابنه، مع ان بينهم من بعض 5 سنوات، يعني مش العمر بينهم قليل جدا، لكن كان بيحس ان هو ابنه اكتر من اي حاجه، وكان محتضنه جدا ومتبنيه جدا. حتى علاقتنا بيه اسريا استمرت لسنوات لحد وفاه عبد الحليم حافظ، واستمرت بعد وفاته كمان. فالعلاقه بينا كانت عائليه جدا جدا. طبعا ده يعني عمر بينه وبين الفنان عبد الحليم، فطبعا ده مش فاكر اي مواقف حصلت من خلال العمل الدرامي بشكل متوسع جدا، لانه طبعا في مسلسل العندليب كان جانب معين وبسيط احنا عايزين نجيبه بتوسع في المسلسل، زائد طبعا علاقته بسيدة الغناء العربي ام كلثوم، غير علاقاته بكل المطربين المصريين وغير المصريين العرب. فليه مواقف كتيرة قوي قوي لازم ان احنا نبرزها، ده حق الجمهور ان هو يعرف مين هو محمد البوجي. طبعا. طب ايه اكتر اغنيه حضرتك بتحبيها يا دكتوره غنوه من الحان طبعا موسيقار محمد الموج؟ السؤال ده صعب قوي 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 بصراحه. طبعا هو انا مقدره موقفك. يعني والله انا بحب اغانيه كلها، بس طبعا في الاقرب لقلبك تعتبر الاغاني البارزه او اللي ليها شكل مختلف عن اي اغاني. يعني مثلا انا احب له جبار جدا، طبعا احب له قراءة الفنجان، اسأل روحك لأم كلثوم، حانة الأقدار، فايزة احمد بيت العز، شادية غاب القمر وبوسط القمر. يعني لو عديت عند انا احترت معاكي والله يا دكتوره غنوة، كل ما بتقولي اغنيه تبقى فعلا احلى من اللي قبلها. طبعا هو فعلا اغانيه محيره جدا. طبعا. طيب حضرتك قلت ان هو كان في تعاون كبير مع كوكب الشرق، واحنا اتكلمنا برضو من شويه عن التعاون الكبير ما بينه وما بين عبد الحليم والعلاقه الشخصيه. حضرتك ذكرت ان هو تعاون كمان مع فنانين كتير، يعني في فايزه احمد وورده وشاديه ونجاه وطلال مداح، ووصل لعلي الحجار وسميره سعيد. عشان كده اعتقد انه اطلق عليه من اهم المجددين للموسيقى في هذا العصر، انه قدر انه يشتغل مع قامات كبيره بموسيقى كلاسيكية، وقدر انه كمان يطور من هذه الموسيقى حتى وصل لمطربين هذا الجيل. ده حقيقي. هو في الحقيقة هو والأستاذ كمال الطويل طلعوا مع بعض، كانوا يعتبروا مجددين بعد الموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. حتى الموسيقار الأجيال لفت نظره مين محمد الموجي ومين كمال الطويل، مين دول ومين عبد الحليم. لفت نظره جدا جدا، وطبعا كان له شكل في الأغنية المصرية مختلف تماما عن الأغنية المصرية اللي كانت موجودة في الوقت ده. طبعا كان مطور جامد جدا هو وكمال الطويل، وطلعوا الأغنية المصرية بشكل جديد جدا. حتى محمد عبد الوهاب طور من أعماله في الفترة دي نتيجة اللي عمله الموجي والطويل. احنا طبعا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا الدكتورة غنوة الموجي ابنة الموسيقار الراحل محمد الموجي.